ان مصر بتعاني في الحته دي لسه ما اضافش للنادي الاهلي وللكره المصريه حاجه. هنا في مصر للاسف احنا بنقيم بالقطع. يعني احسن مهاجم في الكره المصريه حاليا مصطفى محمد طبعا. اول سؤال، مين هو مهاجم مصر الاول حاليا؟ حبيبي الاول كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم طبعا، ويا رب كده دايما الفتره الجايه تبقى احسن واحسن على مصر كلها وعلى الكره المصريه. هو مش محتاج السؤال، ما يشرح نفسه يعني. احسن مهاجم في الكره المصريه حاليا مصطفى محمد طبعا، يعني لو انت قصدك في الدوري المصري ده شيء، لكن في مصر كلها طبعا مصطفى محمد. طب ومحليا؟ بص، محليا ما تقدرش يعني لسه اللعيب ما فرضش نفسه في الدوري الممتاز. ما فيش غير تقريبا حسام اشرف هو هداف الدوري، وشويه احمد نبيل اوفا لسه برضو الامور. اللعيب كويس بس لسه طبعا لسه عنده اكتر من كده، وشايف ان هو يقدر اكتر من كده، بس اشوف هو وحسام اشرف تقريبا اقرب اثنين يعني. طب ايه رايك في انطونيو مودست مهاجم الاهلي الجديد؟ لا هو بص، في فرق بين ان هو كان بيلعب في الدوري الالماني وتجربه كبيره جدا وراجل محترف على اعلى مستوى ولاعيب كبير طبعا. هنا في مصر للاسف احنا بنقيم بالقطع، ما بيقيمش بموسم او ب 10 ماتشات او هو طبعا بعيد عن المستوى الطبيعي اللي الناس كانت تامله فيه، ان هو جاي عشان خاطر يادي بشكل كبير جدا وبشكل كويس وراجل يهدف للنادي الاهلي. هو من الفتره اللي فاتت بدات الدنيا شويه تمشي معاه، لكن قبل كده ما كانتش طبعا، الامور كلها كانت صعبه جدا عليه، وفي ظل الضغوط كمان ان انت بتلعب في تيم زي تيم الاهلي، مطالب ان انت تجيب اجوان ومطالب ان انت يبقى شكلك كويس، فهو ما كانش شكله كويس وما بيجيبش اجوان، فكانت الامور صعبه بالنسبه له. بشوفه يعني لسه ما اضافش للنادي الاهلي وللكره المصريه حاجه. طب في رايك مين في الفتره الجايه يقدر يبدا اساسي ويقود هجوم نادي الزمالك؟ هو سيف كويس جدا، بس ما اعرفش كميته، وتحس انها مش ماشيه مع الراجل شويه، فهو ممكن يبقى ناصر قريب، وسامسون بدا ياخد على فترات، امبارح جايب جون في ماتش الودي. بس انا بشوف ان سيف لو الراجل اداله ثقه واشتغل، لا سيف يعني من افضل المهاجمين في الزمالك يعني. بس ممكن الراجل يدي الناصر وسيف وسامسون، انت كان عندك فتره توقف كبيره جدا، فتقدر تستغل فيها الفتره دي انك تجهز على الاقل فريق كويس يقدر يقود النادي. ما تقدرش تقيم الفتره الاخيره ان مين هيشيل، لكن اللي قبل كده كان سيف هو اللي شايل، فبشوف ان ممكن يبقى ناصر وسيف يعني بينهم يعني الاثنين. طب اخيرا ونخرج بره الاهلي والزمالك، مين المهاجم الواحد اللي بره الاهلي والزمالك؟ ما هو حسام اشرف. حسام اشرف راجل بيلعب في بلديه المحله، فرقه بتصارع على الهبوط، وراجل هداف الدوري، فدي ده خامه كويسه وحاجه محترمه. ممكن مين يجي بعد حسام اشرف؟ ممكن احمد نبيل اوفا، كويس جدا، فرقه كويس جدا، محطه كويسه جدا، راجل بيعرف يجيب جون، قوي ما شاء الله، بيعرف يلعب كوره على الارض، فبشوف ان هو كويس جدا برده. ممكن الاثنين دول اللي لافتين انتباهي الفتره الاخيره في الدوري يعني. لكن هو المشكله كلها زي ما قلت لك ان مصر بتعاني في الحته دي، ان مصر عماده بتعاني في الحته الهجوميه، في حته راس الحربه، باستثناء مصطفى محمد طبعا. فاحنا عندنا معاناه الفتره الاخيره ان ما انتش عندك فرود اللي هو مميز جدا ومكسر الدنيا على الساحه الرياضيه، فانت بتقول ان خلاص ده مصطفى خلاص بره مصر، فانت ما عندكش الفرود اللي هو يقدر يكسر الدنيا خالص. فبتمنى لهم التوفيق يعني، بتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. شكرا كابتن احمد جعفر، وكل سنه وانت طيب، وبالتوفيق في دوره الرمضانيه الزكيه. حبيبي، وكل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم يا رب حبيبي.